السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وسمحوا لي بزاف تعطلت، انا غنشرح لكم كيفاش تعطلت وشنو طرا ليا وشنو ما طراش وشنو هادي. المهم غنشارك معكم اليوم نهار ديالي، وغنشارك معكم جد واحد الحوته كبيره غادي نشاركها معكم، ونوريكم كيفاش تقطع وزوينه غنخدم بها. صراحة قال انا غادي نشاركها معكم، وغنشارك معكم حتى كيفاش تحبست، ما بقيتش درت اليوتيوب، ما بقيتش تحركت، وكانت عندي واحد المشكله، وديك المشكله دازت على خير وبخير، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، والحمد لله الحمد لله دازت بخير وعلى خير. وانا غنشرح لكم دابا، غنهبط التليفون حيت دراعي كيضرني، وغنشارك معكم الحوته ديالي، وان شاء الله نشارك معكم، غنوجد عيل سيطاب، وغادي نشارك معكم النهير ديالي ديال اليوم. خليت مصطفى في الخدمه وجيت انايا باش نقضي الشغل عندي، جبت واحد الحوته وبغيت هانيت للخدمه، ولكن غنقاها هنا في الدار، نقاده هنا في الدار، حيت في الخدمه ما غنلقاش، ما عنديش الماس اللي غادي لي ماضيين. انا غادي نشارك معكم، نشوفوا من بعد. نتمنى تكونوا على خير وبخير كما انا على خير وبخير الحمد لله. بالنسبه خوتي اليوم غنشارك معكم، ها انتم ها الحوته ديالي، الحوته ديالي ديال اليوم هي صومو. كما عليش هنركب جديد ساكن الدراري كيدايرين ليها باش ما تعمرش ليا الطوموبيل، علينا نشوف السكين كاينة. هادي هي الحوتة ديالي ديال اليوم باش ما تصلكش. هنا خوتي أنا غنقول لكم علاش حبست، شحال هادي ما خدمتش، كانت عندي الخدمة في الريستورون، كانت عندي شي مشاكل في الريستورون، ولكن دابا الحمد لله الحمد لله الشكر لله. والانسان ما خصوش يدير ثقه بزاف في الناس، ما خصوش يثق بزاف 100% ما يثقش، يدير 50% ثقه، 50% ديما يدير الاحتمال ديالو راه الناس غادي يخويوك. كان خوتي عندي الدراري خدامين في الشتاء، مكمدين على البرد، مخبين على الشتاء، ساقلين مخلصين، واخا كتناقصوا شويه الخدمه كنخلصهم المسائل ديالهم، كلشي عندي كلشي خالص. المهم واخا انا ما تيشدش ليا بزاف، انا الحمد لله حتى حنا واكلين شاربين الحمد لله، كما قلت هذيك الخطره ما تنجبدش من جيبي، ومخلصه المسائل ديالي كلشي كيشد واحد شويه الحمد لله. الناس في الشتاء تخبات عندي، كلهم الدراري خدموا عندي تخباو في الشتاء، جات اخوتي الصيف مورا العيد رجعوا شي وحدين بقاو، المهم رجعوا بداو تيتكسلوا، خافوا من الخدمه في الشتا كانوا ناعسين، وفي الصيف ملي كتولي الخدمه خافوا وهربوا. ماشي مشكل هذيك نديروها حنا، ماشي مشكله حتى حاجه، ما كتكون مشكله الانسان اللي عنده الصنعه في يديه وفي كتافه ما طيحش بيه وما يطيحش الارض ويزيد القدام. ما عليناش انا نعاود لكم كيفاش انا كان عندي واحد الدري قديم خدم معايا، هو اللي بدا معايا، كان مشى بحالو، لعقلتو راه جبدتو كان مشى بحالو. عاوتاني هو عيط ليا قال لي مدام غنرجع عندك، ولكن هاش غديري ليا واش ديري ليا الثمن، درت ليه ثمن زوين، قلت ليه بشر غتحمل الكوزينه تحمل مسؤوليتها، انا بغيت نخرج من الكوزينه لان صعيبه عليا خوتي بزاف ديال الدرك عليا انا، مني تقضيه مني هادي مني هادي مني هادي ما تليتش قدرت. قلت ارا رجع الدري رجع عندي مورا العيد، خوى لي الكوزينه كامله، نقول لكم خوى لي الكوزينه، هو انا واحد البنت، البنت انا راجعه لكم، بقات معايا البنت وجراي على الدراري بداو بدأ كينغنغليو حتى خواو، بقات معايا البنت، البنت كانت المهم جا هو، جا هو بدلنا الميني، والله حتى الميني في الطوموبيل، انا دابا نجبدو نوري لكم، بدلت الميني ونقصنا الثمن وهذه. ودرنا الصومو، غنديرو الصومو تا هو بلا وهادي والمسائل كلشي، انا ما
ماشي مشكل. السيد قاد بعقلو هي هادي كيقول لي مدام انا وليت هادي وتزوجت وهادي والمسائل وغترجعي لي الوريقات وهادي وهادي ما عليناش. قلت ليه مرحبا ودي مرحبا. جيت حضنتو ملي حضنتو ما نكذبش عليكم حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيه الحق فقد انا دعيتو لله دعيتو لله وغي سمعني ودعيتك لله ولكن راه ما طاحتش بيا خويا راه ما طاحتش بيا ووقفت على رجلي وسيستيميت راسي وكوزينتي خدامه والريستورا ديالي خدامه الريستورا دارت زي ما واقفه لا على فلان ولا على فلان ولا على فلان ولا على فلان ولا على هي ولا على اي واحد. هذيك الريستورا كتعيط على رزقها وكتقلب على رزقها وكت رزقها كيجيها الناس اللي خدموا راه برزقهم كيجيهم رزقهم بحال البيبي الا ما عندك التربيه كتجي برزقها ما عليناش. جا عندي بدلنا الميلي المسائل درنا الصومو وسمعت ليه طاطا منا حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيه الحق. يومين دار عندي خوالي الكوزينه غايجيب ليا ثلاث جوج من فاس دوك الجوج ما جاوش ليه حيت عرفت انا كون جاو ليه غادي يديروا فيا الريتله غادي يدير لي مصيبه كحلا ولكن هو ما في يديش كون كان في يدي غيبقى ملي شاف راسو دوك الجوج ما جاوش ليه اللي غيتكى عليهم خوا بيا. يومين دار عندي غد ليه هز شكارتو هو يزيد ما علمني ما والو. شنو غندير حصلت انا بوحدي اخوتي حصلت بوحدي وربما الكليين اللي جاو عندي راه غيشوفوا داك النهار حصلت بوحدي البنت انا والبنت البنت قالت لي مدام راه التنين غنمشي بحالي هاد البنت قالت لي التنين مدام راه غنمشي بحالي انا ما نقدش نخدم معاه اش كاين واش كاين واش كاين غنمشي بحالي. حتى بنيتي صبري تيجيو الدراري وتيتمشي سيري انا ما عنديش مشكل نبقى علاقتي بك زوينه. هادشي علاش حبست هاد المده هادي حتى سيستيميت راسي عاد رجعت معاكم. هي هذيك بقى تخوى ليا الكوزينه غيخرج ليا البنت وغيخليني على غيخليني واقفه بوحدي ولكن الحمد لله معايا الله ورضات الوالدين ما نخافش ما تضرني حتى حاجه الحمد لله شحال من حاجه قاصني ولكن ما طيحتنيش ضربت لي ضربوني كاع وما طحتش عاد الله اللي غطيحني ما طيحنيش طيحنيش ولو كاع كل ما كانش من البيتزا نحبس البيتزا ونخدم الشغل ولو نخدم كلشي ان شاء الله باذن الله. مشى بحال البنت عيطت لها قلت لها اختي باش نقول سميتها ربما قلت لها اختي الله يعطيك السر هذه قبل ما يمشي قلت لها اختي الله يعطيك السر انا ما سخيتش بك وغتصبري معايا اللهم انتيا هذاك السيد راني شاكه وحاسه راني خوي بيا ما جيت نسد مع البنت 10 دقائق اتصلت لي قالت لي فلان مشى بحالو هادشي بالليل حتى جيت بالليل عيطت لي قالت لي السيد راه مشى بحالو اش كاين اش كاين والحمد لله الامور دازت زوينه بقات معايا البنت رجعت معايا واحد الدري جبت جوج ثاني اخرين كيعاونوا البنت والدري بيتزا وشو جبتهم كيعاونوا جوج عندي في الميراج الحمد لله الامور دازت زوينه. علاش انا هضرت هاكم باش هاد الفيديو تفرج فيه راه ما طاحتش بيا والحمد لله وها الصومو شريناه وغنخدموا به طريق وغنشاركوا معكم وسمحوا لي الا دخلت معكم هادشي علاش غبرت هادشي علاش غبرت والحمد لله دابا انا غنقي الصومو انا عمرني ما نقيت الصومو وعمرني ما قربت للصومو ولكن غادي نقيه وغنتعلم وغادي الحاجه اللي ما طيحكش اختي تفيق حاجه اللي ما طيحكش المرض تفيقك ولكن الحمد لله حتى حاجه ما طيح عبد الله حتى حاجه ما طيح ولو ما تكونيش تعرفي تعلمي تعرفي واي مشروع خصك تكوني دراعك وعارفه ليه الا خوابك واحد خصك انت تكوني حاضره وتجيبي الناس وتعلميهم وغتمشي الامور مزيان. نتمنى هاد الدرس هذا يتعلموا ليه الناس الثقه ما تكونش ثقه نينا غادي يخويوك يخويوك ولكن كاين ولاد الناس كاين 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 ولاد الناس هادشي اللي كاين وانا غادي انا غادي نخدم ان شاء الله غنخدم الصومو ديالي. دابا هنا الصومو خصني نقيه خصيت نقى هاكا خصيت نقى كامل نقشرو ها انتوما خوتي نهزها ونتصور معايا اختي هانتي اختي مونيا مونيا اللي كتبيعو ماشي مونيا اختي مونيا كتبيع هادشي ديال هانتي اختي هانتي اختي
تبارك الله وصل على النبي ما شاء الله ما شاء الله. غسل يدي وندير تزاز تي. انا غادي نقي هاد هاد العجب هانتوما. انا غنقشرها كامله تنقشرها باش ما نطولش عليكم ونرجع معاكم. هانتوما انا فردقتها ولكن ماشي مشكل. شوفوا الحاجه انسان يتعلم ليها هاكا. هاد الموس راه جديد صافي. هذا واش غنبقى نخدم ان شاء الله البيتزا فري. تبارك الله كي دايره. نقشرهاكم بقى عليها تنقشرها كامله ونرجع معاكم خوتي. هنا خوتي انا غادي مني نقيت الصومة كدبوا على الله ولكن غادي ان شاء الله غادي نقع ان شاء الله الوالدين. هذا الراس راه ملوحوش كلشي تنقى. كتزلق انا نشد على الزيت مالي الحوت. يسمحوا لي تقولوا لي شرشمتها سمحوا لي بزاف. كلشي هادشي كلها هاد الهبره غادي نخدم بها. هاد الهبره كلها خوتي غنشدها ونخدم بها. هادي هاكا كون نحيد هاد الزريعه وهاد الشيء وغادي نحيد لها هاد السنسول وغنقيها ونرجع معاكم. السنسول خصو يحيد ضروري يحيد السنسول. شرشمتني عاد نقيتها نقيت ليها كنقي ليها هاد العظومه داك سميتو الشوك وداك الشيء كنقيه. شرشماتني كنحيد لها كاع داك الشوك. كلشي حتى حاجه ما تضيع فيها. الطريفات كلهم ديروا بهم ديروا بلي باط هادشي كلشي تنق. دابا هنا الله يتحسن من حولي ولكن راه الحاجه ما تضيع فيه.
شويه صعيب الحوت. هذا راه ما موفش ب صافي هادشي هاكا مشى تاني الضو. ها كاين شي حاجه في البريز كنظن البومبا تاني دارت. ها شنو واجي نقول لك نخدموها بلا ما ديرها تما في داك الخير. خذ لابرو ولا هذيك اللي سميتها وخدمها فيها ولكن بلاتي خدمها في هذيك على الله. هنا خوتي انا قطعتها ندير منها طريفات صغيورين بحال هكا بالنسبه للبيتزا كلها غادي نقطعها هكا طريفات ولكن باقي فيها الشوك. باقي الشوك هادو اللي فيهم الشوك غنخليهم حتى الاخر باش ما يشدوش ليا اليد. باي سير عطيتك وصافي سير. هادو كلهم غنقلبهم اللي فيها الشوك نحيدها. ضيع فيه بحال دابا هادو غنديرهم هكا شرط هكا كلهم قطعهم طريفات صغيرين هكا حتى لا كان شي شوكه تبان. علاش قطعتها انا هنا ما عنديش الموس في الريستورو مزيان. تجي زوينة هنا خوتي. انا ساليت معكم الفيلي ديالي ديال الصومو ولكن راه كتقام رخيصة خوتي رخيصة بحال كتجيبو وطيبو به طيبوا به البيتزا طيبوا به سميتو طيبوا به طرياتيل سومو هاكا تبقاو معاه. ما نبقاش شاده الفيديو بزاف. هنا غنقول لكم باي باي عليكم وبسلامه ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونتمنى تقبلوا عليا خوتي لان ما عنديش كي ندير دابا ملي تفاجئت شويه ان شاء الله من الكوزينه هادي نقدر مع دابا الصيف نقدر مره نلوح فيديو خوتي ما غاديش نكلف على راسي لان صعيب تخدمي وفيديو ما قدرش خوتي. وهنا نقول لكم بسلامه عليكم باي باي.